عن محاضرة الكارديك تروما والتيومر، بس قبل ما نتكلم عليها عايزين ندعي لأهلنا في فلسطين، ربنا يحميهم وينجيهم، واللي يقدر على حاجة يعملها بقى، دعاء، تبرع، أي حاجة اللي يقدر على حاجة يعملها يعني. والله الواحد لما بيشوف اللي بيحصلهم بيحس إن احنا ما عندناش هموم أصلا يعني. يلا بسم الله، هنبدأ بقى نتكلم عن الكارديك تيومر الأول. أنت عندك البرايمري، بيقول لك أول سلايد بتقول إيه، إن البرايمري كارديك تيومر أوف ذا هارت إز رير، يعني مش مشهورة قوي. البرايمري كارديك تيومر دي ممكن تكون بيناين ومالجنا. أنت مين الأشهر؟ البيناين. طيب مش عشان بيناين نقول إن هو حاجة مش مهمة أو مش هتعمل أي حاجة زي أي أورجان في الجسم، لأ، البيناين تيومر ممكن تعمل لك كومبليكيشن تبقى لايف ثريتنج ولازم نعالجها بالسيرجيكال، نخش نشيله. طيب إحنا قلنا إن البيناين هارت تيومر دي في منها بتيجي في الـ في منها أنواع بتيجي في الأدلت أشهر، وفي منها أنواع بتيجي في الأطفال. أشهر نوع بيناين برايمري هارت تيومر يعني في الادلت الميكزوما، يلي اللايبوما، يلي حاجه اسمها البابيلاري فايبروبلاستوما، والدكتوره قالت الثلاثه مهمين. تاني حاجه بقى اللي هو اشهر برايمري بيناين تيومر بيجي في الهارت في الاطفال هو الريبدومايوما يلي الفايبروما، تمام؟ هي ما قالتش حاجه غير كده. طيب احنا قلنا ان انت عندنا البرايمري تيومر نادره بس البيناين اشهر من المالجنت. طب المالجنت تيومر اللي بتيجي في القلب بقى كبرايمري برده في الادلت الانجيوساركوما، دي اشهر حاجه. طب الاطفال الريبدومايوساركوما، تمام؟ ده اللي عايزاه من الجدولين اللي فوقهم. بيقول لك ان اي تيومر يعني كلينيكال برزنتيشن بتاعته ممكن يعمل لي كاردياك كاردياك ايه مانيفيستاشن. طيب بعد كده بيقول لك ان انت عندك دلوقتي مكان التيومر وحجم التيومر هو اللي بيحدد السمبتوم والساين بتاعته. بيقول لك زي اي يعني انت عندك تيومر مثلا موجود في القلب اهو، التيومر الموجود في القلب ده على حسب موجود فين ماشي هيعمل لي سمبتوم، فممكن يعمل لي اي سمبتوم من السمبتوم بتاعه القلب، يعني ممكن يعمل لي شست بين لو مثلا موجود في الكورونري وقافل مثلا الكورونري ولا حاجه في البلاصه اللي رايح القلب ولا، فممكن يعمل لي شست بين. تاني حاجه ممكن يجي لي في سنكوب نتيجه مثلا العين ده عنده ايه لو كاردياك اوت بوت ولا حاجه، تمام، قافل مثلا الاورتيك فالف ولا حاجه، طيب مضيقه مش قافله خالص. طيب ممكن يجي بهارت فيلير، ممكن يعمل ميرمر على حسب مثلا جاي عند الميترال فالف ولا حاجه. طيب بعد كده بيقول لك كمان ممكن يعمل اريزما، ممكن التومر ده يجي في اي شامبر من الشامبر بتاع القلب يعني ويعمل فيه اريزما، بيأثر على كوندكتيف سيستم، يجي عند الايفينود او الاسينود. طيب ممكن يعمل لي بريكارديال افيوجن او تيميلات، يكون مالجنت تومر مثلا بيطلع في بليدنج يعني، والبليدنج ده يتجمع في البريكارديال ايه، يعمل لي بريكارديال افيوجن بريكارديال تيميلات، فاي اي مانيفيستاشن من الحاجات دي ممكن يعملها تيومر يعني. طيب هنبدا بقى نتكلم عن اول نوع معانا الميكزوما. قلنا ان الميكزوما ده الموست كومن تايب برايمري كارديك تومر اللي بيجي فين في الادلت، فبيجي من سن كام 30 ل 60 سنه، وبيجي في الفيميل اكتر من اللي عايزين نركز ان الميكزوما بيناين بيجي في الستات اكتر من الرجاله، تمام؟ تمام. في منه نوعين، في منه نوع اسمه سبرادك وفي منه نوع اسمه فاميليال. النوع السبرادك ده سولاريتي، يعني بتبقى عباره عن ماس واحده بس موجوده جوه الايه، جوه القلب، تمام. وبعد كده ده الاشهر ماشي. وكمان بيقول لك ان انت عندك دلوقتي ده بيجي فين اشهر مكان، والدكتوره قالت السؤال ده مهم ام سي كيو يعني، ان هو بيجي في الليفت اتريا. يبقى تاني اشهر مكان بيجي فيه السبرادك ميكزوما اللي هي الليفت اتريا، يليها الرايت اتريا، يليها الانتر اتريال سيبتم، تمام، في الفوسا اوفاليس. هي تقريبا قالت كده ان هنا في ده اللي هو لو ده مثلا الرايت اتريا، ده الليفت اتريوم وده الرايت اتريوم، ده الانتر اتريوم، في حاجه اسمها الفوسا اوفاليس، فهو بيجي في اكتر حاجه الليفت اتريوم ثم الرايت اتريوم ثم ايه الانتر اتريال سيبتم او الفوسا اوفاليس. ممكن يجي في الفنتريكل، ممكن يبقى مالتيبل لوكيشن واخد اكتر من مكان في الاتريوم، بس اشهر حاجه ان هو سولاريتي وان هو يبقى كمان فين في الليفت اتريوم، تمام. تمام جدا. طيب في نوع ثاني اسمه الفاميليال او السندروم ميكزوما. يعني اصلا فاميليال ميكزوما يعني بيبقى فيه بوست فاميلي هيستوري، فهو اوتوزومال دومينانت اصلا، يبقى الفاميليال دي نعرف ان هو اوتوزومال دومينانت. يعني ايه سندروم ميكزوما؟ يعني مش بس بيبقى فيه ميكزوما، لا ده بيبقى فيه حاجات ثانيه زي ايه مثلا، زي ان العيان ده بيبقى عنده مثلا تيومر، بيبقى عنده حاجه اسمها فريكلينج اللي هو النمش، بيبقى معاه كمان نون كاردياك تيومر، تيومر في اماكن تانية، ومعاه اندوكراين نيوبلازم كمان. طيب مشكله التيومر ده هو تيومر عنيف طبعا، اسوأ من السبروتك. بيقول لك ان هو بيجي في سن صغير شويه، يعني مثلا يجي ثلاثينات. بعد كده بيقول لك كمان ان هو بيبقى اكتر من حيط، يعني اكتر من تيومر، اكتر من ماس يعني مالتي لوكيشن. وفي نفس الوقت بيقول لك ان هو بيريكونس بعد السيرجري، بس من رحمه ربنا ان هو ليس كومن اللي هو ايه اقل من 10% يعني. طيب بعد كده بيقول لك ان انت عندك، عشان نتكلم عن الميكزوما سيمتوم اند ساين قبل ما نتكلم عليها هنتكلم على كلينيكال برزنتيشن. بيقول لك ان انت عندك ايه، بيقول لك ان انت عندك الميكزوما اشهر بتيجي في الاتريوم زي ما احنا قلنا، خاصه الليفت اتريا، وبعد كده قليل قوي انها تيجي في الليفت فنتريك او تيجي في الفنتريك عامه. لما بتيجي في الاتريوم هي مكانها كده بالظبط، يعني اشهر مكان بتيجي فيه ده الميترال فالف كده، هي بتبقى جنب الميترال فالف بالظبط. فبالتالي بيقول لك ان هي ممكن تسد الميترال فالف، فتحه الميترال فتعمل لها شويه ميترال ستينوزس، او ممكن تطلع مواد تبدا تعمل ايه، تاكل في الميترال فالف ده فتعمل لك ميترال ريجير. فاكتر حاجه ميترال ستينوزس يا ميترال ريجير. طيب تاني حاجه ممكن تيجي في الفنتريكل فتاثر على الاوت فلو بتاع الدم بتاعه فالعين يجي بسمكم. تعالى بقى نقرا الساين السمبتوم، قصدي العين هيجي يشتكي منها. انا قلت لك اكتر حاجه العين بيجي اكتر حاجه بتعملها ايه، ميترال ستينوزس. فاحنا هنعتبر ان دون تيومر، تيومر عامل ميترال ستينوزس. تقول لي بقى اعراض الميترال ستينوزس، عادي جدا اللي هو ادي مثلا لو دون القلب اهو ودون اللي هو فيه ميترال ستينوزس هنا، فالدم مش راضي يعدي هنا، فبالتالي بما ان فيه لو كاردياك اوت بوت ماشي، لو كاردياك اوت بوت تعملي سيفير ديزنس وسنكوب. تاني حاجه ان الدم متجمع في الليفت اتريوم، فبما ان متجمع في الليفت اتريوم يروح على اللنج يعملي بالمونري كونديشن، اعراض بقى البالمونري كونديشن اللي هي ديزنيا ان اكزيرشن او بروكسيمال نوكتورنال ديزنيا، وحتى يعملي هيموبسيس. وبعد كده زي اي تيومر ممكن يعمل لي ايه، ممكن يعمل لي فيفر، ممكن يعمل لي ويت لوس، ممكن يعمل لي كمان سادن ديس، تمام. تمام دي كسمتوم طبعا، ما قالتش اي حاجه من الانسيدنس دي خالص. طيب ايه الساين بقى، احنا قلنا ان هو اكتر حاجه بيعمل لي ام دبل ميتر اللي هو ميتر ستينوزس وميتر ريجيرج. الميتر ستينوزس ده دايستوليك ميرمر، والميتر ريجيرج ده ايه، ده سيستوليك ميرمر. فممكن تسمع مثلا مايترال دايستوليك ميرمر او مايترال سيستوليك ميرمر، واحنا قلنا ان اشهر حاجه بتعمل مايترال ستينوزس. فالمايترال ستينوزس ده لو احنا فاكرين ان انت عندك الدم لما بيتجمع في الليفت اتريوم
اللنج بتحاول تعمل ايه فيها بالمونري كونجيشن، فبتحاول تعمل ككومبنساتري ميكانيزم ان هي تعمل بالمونري هايبرتنشن. فالعيان ممكن تلاقي اعراض عنده بالمونري هايبرتنشن مثلا، وبعد كده بعد البالمونري هايبرتنشن الدم بقى ايه، الدم متجمع فيه اللي هو الرايت سايد ماشي مش عارف اخده عشان انا عندي بالمونري هايبرتنشن، فبالتالي ممكن تعملي رايت سايد هارت فيلير، وممكن اعمل مثلا ايه استجنيشن بتاع البلاد ده وانا اعمل لك بالمونري امبوليزم مثلا ولا حاجه. وكمان بيقول لك ان هي قالت مثلا ايه ان مش شرط التيومر، قلت لك اشهر مكان ان هو موجود فين، في الليفت اتريوم جنب الفالف، ممكن يكون في اي حته في الاتريوم مش شرط جنب الفالف يعني، فلو موجود في اي حته في الاتريوم ممكن يعمل لي اتريال فايبريليشن مثلا. تاني حاجه ممكن يعمل لي اس 3، اس 3 اس 3 ده اللي هو ايه، اللي هو نزول الدم من الاتريوم للفنتريكل، 70% من الدم بينزل من الاتريوم للفنتريكل باسيفلي يعني من غير اتريال كونتراكشن، فالمفروض بينزل باسيفلي من غير اي صوت خالص. فامتى يعمل صوت؟ لو هو منزل مثلا قبل ماس، فالماس دي يعني ايه خبط فيها مثلا فعملت اس 3. تمام تمام جدا. وقالت برده ان هو بيبقى في حاجه اسمها رينيت فينومينا ممكن تظهر مع الميكزوما او كلوبينج او حتى جلوبولين عالي، بس مش عارفه ليه الجلوبولين بيبقى عالي، وكمان انيميا وايليفيتد اي اس ار. طبعا ما قالتش كل الكلام ده، انا بس فسرته عشان لو حد عايز يعني يحفظه او كده، بس هي قالت بس اهم حاجه اللي هي الحته اللي تحت دي، وقالت برده السيمتوم دي، وتقريبا قالت في دول انا مش عارفه مش فاكره الصراحه، فادينا قلناهم يعني. اه بالمناسبه الرينيت فينومينا دي اللي هو الاطراف الصوابع بتاع هي بتيجي في الرينينا اكتر، بتبقى زرقاء عشان البلاد سبلاي للاحلام مش كويس قوي. طيب ده بالنسبه لايه، ده بالنسبه ليه اللي هو السيمتوم والسايت. طب الدياجنوز هتشخص ازاي؟ اهم حاجه الايكو، سواء كان ترانس ثوراسيك او ترانس اسفجيال ايكو، عشان احدد السايت وعشان احدد السايز بتاع التيومر. تاني حاجه بيقول لك انت لو شاكك ان هي سندروم ميكزوما وكده ممكن تعمل سكريننج للفيرست ديجري من الريليتيف يعني. طيب بعد كده بتعمل سي تي وام ار اي. امتى اعمل سي تي او ليه بعمل سي تي وام ار اي؟ بعملهم عشان اشوف الكاركتر بتاع التيومر نفسه، التيومر سايز، الشيب، الكومبوزيشن، السيرفيس كاركتر. وقالت الحته دي فيها يعني، قالت ان هو ان في بعض الميكزوما بتبقى السيرفيس بتاعها تقريبا لوبيلر او كده، فبيبقى بيديني فريجمنت صغيره تعمل لي امبوليزم، الامبوليزم دي تقفل في اي حته في الجسم، عشان كده بنعمل كارديو كاسترلايزيشن لو شاكك ان في امبولاي والامبولاي دي راحت قفلت الكورونري مثلا. يبقى اهم حاجه الايكو عشان اشخص ان السايت والسايز بتاع التيومر. بعد كده السي تي والام ار اي، انا اسفه نقفل اهم حاجه بسم الله بسم الله اهم حاجه اللي احنا بنعمل ايه الايكو، بعد كده بنعمل سي تي ام ار عشان نشوف خصائص التيومر، ولو شاكك ان في امبوليزم مثلا ولا حاجه ممكن نعمل ايه قسطره كارديو كاسترلايزيشن. طيب ده بالنسبه لاول نوع معانا وهي عباره عن الميكزوما. تاني حاجه معانا وهي عباره عن الريبدوميوما. بيقول لك ان الريبدوميوما ده الموست كومن ان انفانت اند تشيلدرن، الموست كومن برايمري بيناين تيومر اللي بيجي في الهارت في الاطفال. تمام تمام خاصه الاقل من سنه. بيقول لك الموست كومن بيجي فين؟ في الفنتريكل، اكتر مكان بيجي في الفنتريكل، فبما انه جه في الفنتريكل سد حاجه في الفنتريكل. تمام على حسب بقى موجود فين، والله موجود عند صمامه يعمل لك مثلا بالفر ستينوز، ممكن يعمل لك كورونيك هارت فيلير، ممكن يعمل لك ريستراكتيف او هايبرتروفيك كارديومايوبسي، ممكن يعمل مثلا بريكارديال اي كونستراكشن. طبعا كل واحده لها شرح كتير، ما اعتقدش ان هو مهم يعني. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا عن هو ليه بيعمل هايبرتروفيك كارديومايوبسي، نوع من انواع الكارديك مايوبسي، ان انا عندي مثلا انا قلت لك مثلا لو هو في تيومر موجود جوه كده، فالتيومر الموجود ده مثلا موجود عند الصمام، فبالتالي هيبقى مضيق الصمام شويه الاورتيك فالف. انا بفسر من دماغي، الدكتور ما فسرتش الكلام ده ولا قالته اصلا. المهم يعني ان انا عندي مثلا اورتيك ستينوز، ففي افتر لود جامد على القلب، فعشان الدم يخرج عشان يواجه الافتر لود اللي عندي ده ممكن يعمل هايبرتروفي في العضله. تمام فممكن يحصل هايبرتروفيك كارديومايوبسي مثلا. تمام بس اهم حاجه برضو تاخد بالك منها ان هو بيجي في الفنتريكل، دي الدكتوره قالتها، وان هو الموست كومن في الانفنت، وان هو بيبقى مالتيبل في 90% من الحالات. حته اسوشيتد ده مع ان هو بيبقى معاه مثلا تيوبرس سكلروزنج او ادينوما سبيكيام او بينان كيدني تيومر، انا هي ما قالتهاش وانا مش عارفه ليه الصراحه يعني، بس هم دول اهم ثلاث معلومات يعني. ده بالنسبه للريبدوميوما. بعد كده هناخد بقى الكاردياك ايه لايبوما. بيقول لك ان الكاردياك لايبوما ده السكند موست كومن بيناين برايمري تيومر اللي بيجي فين؟ في الهارت في الادلت. اوكي بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان هو يوجوالي انسيدنتال بوست مورتم فايندنج، يعني بيقول لك احنا بنكتشفه واحنا بنشرح الجثه يعني. طيب بعد كده بيقول لك يوجوالي سولاريتي، بتبقى ماس واحده حجمها حوالي 15 سنتي. طيب يبقى انا دلوقتي من كام سطر الاولين دول انا عايزك تعرف كام معلومه، عايزك تعرف ان هو سكند موست كومن تيومر اللي بيجي في الادلت، تاني حاجه عايزك تعرف ان هي ماس واحده حوالي 15 سنتي، واحنا اصلا بنكتشفها ايه، بنكتشفها اثناء تحليل الجثه وكده. معنى كده ان السيمتوم بتاعتها مش شرط قوي تظهر سيمتوم يعني. طيب بيقول لك لو عملت سيمتوم بقى، بيقول لك ان السيمتوم ديو تو ميكانيكال انترفيرنس مع الكارديو فانكشن، يعني اثرت على الكارديو فانكشن، مش قادر يعمل كارديو فانكشن. ممكن يجي مثلا يعمل لك اريزمي عادي جدا، ممكن يعمل مثلا كوندكشن ياثر على كوندكتيف سيستم ماشي. لما تيجي تشوف الرسم البياني بتاع القلب هتلاقي فيه ابنورماليتي، فتعرف مثلا ان في لايبوما ولا حاجه. طيب بيقول لك ان الكارديو لايبوما دي ليها مكانين، والدكتوره قالت المعلومه دي، يا اما صب ايبيكارديوم يا اما سب اندوكارديوم. لو موجوده سب ايبيكارديوم اللي هو البريكارديوم يعني موجوده تحت البريكارديوم، فتعمل كومبريشن على القلب، يعني لو ده البريكارديوم اهو ده القلب، تعمل كومبريشن على القلب وتعمل كمان بريكارديال افيوجن. طيب تاني حاجه لو هي موجوده سب اندوكارديوم، بيقول لك دي خلاص بقى تبقى جوه الكافيتي انتر كافيتي اكستنشن. وكمان بيقول لك ان هي ممكن تعمل السيمتوم بتاعتها على حسب ايه، على حسب اللوكيشن بتاعها فين بالظبط. طيب اهم برده معلومه الدكتوره قالتها، ان هي بتبقى موجوده فين اللي هي الكاردياك لايبوما دي، في الليفت فينتريكل والرايت اتريوم والانتر اتريال سيبتم. ثلاث اماكن مهمين، الليفت فينتريكل والرايت اتريوم والانتر
انترال سيبتوم، كانت قالت في حاجه اسمها لايبوما هايب اسمها ايه هايبرتروفي لايبوميتاس تيشو، ازاي فرقها الهايبرتروفي لايبوميتاس تيشو من اللايبوما؟ قالت ان الهايبرتروفي لايبوميتاس تيشو ده ما بيجيش في الفوسا اوفاليس، يعني ما بيجيش عند الانتر ايترال سيبتوم تقريبا يعني. بعد كده هي قالت المعلومه دي، بس مش عارفه كان في حواليها معلومات تانية ولا لا، ده اللي انا فاكراه. بس اهم حاجه تبقى عارفين ان دي اشهر اماكن بتيجي فيها، وهي برده قالت المعلومه دي تمام، اللي هي سب ايبيكارديوم وسب اندوكارديوم. طيب بعد كده هنتكلم عن الفايبروما. الفايبروما ده السكند موست كومن بيدياتريك تمام، اللي بيجي في الاطفال. طيب بيقول لك ان هو عايزين برده نعرف يعني الفايبروما دي كم معلومه، ان هو كونكتيف تيشو تيومر، وان هو بيبقى ممكن يحصل كالسيفيكيشن، وهو بيجي فين؟ في الفنتريكل والانتر فنتريكولار سيبتوم تمام. تمام بعد كده بيقول لك ان هو كمان سكندري سيمتوم بقى بتاع سكندري تو ذا ميكانيكال انترفيرنس برده مع الكاردييك فلو والفنتريكولار كونتراكشن والابنورمالتي كوندكشن ديستربيو، يعني على حسب بيجي ممكن يروح ياثر على الكوندكتيف سيستم، ياثر على الفنتريكولار كونتراكشن تمام. يبقى اهم حاجه عايزين نعرف ثلاث معلومات بحرف السي. لو ما يجي فايبروما كده نعرف ان هو اول حاجه بيجي في التشيلدرن، ده السكند كومن اللي بيجي في التشيلدرن، وبيبقى معانا ان هو بيجي في الكونكتيف تيشو تيومر، وان هو بيبقى فيه كالسيفيكيشن، وان اكتر اماكن بيجي فيها الفنتريكل والانتر فنتريكولار سيبتم تمام. 3 سي وفي لو احنا عايزين نحفظه يعني، ده الفايبروم. طيب بعد كده البابيلاري فايبرو الاستوما. ايه بقى البابيلاري فايبرو الاستوما؟ ده ثالث تيومر او ثالث اشهر بناين تيومر بيجي في الادلت تمام. الكومن فايندنج ان ذا كاردياك فالف، اكتر مكان بيجي فيه كاردياك فالف يعني والاندوثيليوم ماشي. بعد كده بيقول لك بنشخصه برده اللي هو اثناء تشريح الجثه. بعد كده بيقول لك ان انت عندك دلوقتي سيلدم ريزلت ان كلينيكال مانيفيستاشن، يعني كلينيكال مانيفيستاشن بتاعته مش سبيسيفيك، يعني زي اي تيومر ما احنا قلنا ان هي مش سبيسيفيك. بس اهم معلومه بقى ان هو بيجي في الناس الكبار فوق 60 سنه تمام. تمام جدا. وبعد كده بيقول لك كمان ايه تاني اللي هو جروس مي بي ميكانيكال انترفيرنس وذ فالف فانكشن. يبقى انا عايز اعرف عنه حاجتين، عايز اعرف ان هو بيجي عند الكاردياك فالف، تاني حاجه عايز اعرف ان هو بيجي في الناس فوق 60 سنه. يبقى لما يجي يسالني على البابيلر فايبروبلاستوما ما قالتوش تقريبا في حاجه مش فاكره قالت في ايه صراحه، بس ان هو بيجي فوق 60 سنه، وان هو بيبقى ايه بيأثر على الكارديو فالف وكده. طيب الهيمانجيوما والميزوثيليوما قالت مهمه جدا 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 ان احنا نعرف ان هي بتيجي بتأثر على الاي في نودال كوندكشن، فبتأثر على الكوندكشن سيستم، فبالتالي ممكن العين ده يحصل له صدن ديس. بس هو ده اللي انا عايزاك تعرفه يعني في ايه قالت كده، اللي عايزنا نعرفه في الهيمانجيوما والميزوثيليوما. طيب بعد كده الساركوما اللي هو المالجنانت تيومر، مش احنا قلنا ان انت عندك البرايمري تيومر بتاع القلب يا بناين يا مالجنانت، والمالجنانت تقول له الساركوما تمام. تمام فهو بيقول لك الموست كومن مالجنانت تيومر اللي هو الساركوما، وده السكند موست كومن برايمري تيومر اصلا بتاع القلب، مش احنا قلنا ان البرايمري فيه بناين فيه مالجنانت، البناين اشهر يجي وراه المالجنانت اللي هو الساركوما. طيب زي ما احنا قلنا ان البناين اللي هي الميكزوما اشهر في الستات، المالجنانت اشهر في الرجاله كومن في الميل تمام. تمام بعد كده بيقول لك كاركترستيك باي رابيد داون هيل كورس ليدنج تو بيشنت ديس ويك، يعني زي اي مالجننت الجروس بتاعها سريع وكده، فبالتالي ممكن العين يموت بسرعه لانها بتاثر على الهيمودايناميك، بتاثر على بتعمل لوكال انفيجن وبتعمل ديستال ميتاستاز. اشهر طبعا نوع زي ما احنا قلنا الانجيوساركوما، ده الموست كومن وقالت المعلومه دي مهمه، يليه الريبدوماياساركوما، يليه الفايبرساركوما، يليه ايه يليه الاوستيوساركوما، بس هي قالت اول حاجه الموست كومن والسكند موست كومن بس. طيب كاركترستيك ان هو رابيد جروس. بعد كده بيقول لك اد برزنتيشن اوفن سبريد اكستنسيفلي اند سيرجيكال اكسجن، يعني بيقول لك ان انت وانت بتشخصه ممكن تلاقي ان هو منتشر قوي فانت مش عارف تشيله، مش عارف تعمله سيرجيكال اكسجن. طيب اكتر مكان بيجي فيه احنا بنقول لك ساركوما عشان نحفظها برده، ساركوما ار، فهو بيجي في الرايت سايد، بيجي في الرايت اتريوم وبيجي في البري كارديوم تمام، حاجات بحرف البي او، ده اكتر اماكن بتيجي فيه. ما انه موجود على الرايت سايد ممكن يعمل رايت سايد فيلير، ممكن يعمل بري كارديال ديزيز، ممكن يقفل الفينا كافا تمام. انا عندي رايت سايد فيلير فمش قادر يستقبل الدم، فالسوبيرو فينا كافا والانفيرو فينا كافا او السوبيرو فينا كافا يعني في ايه في اوبستراكشن يعني يعني في اوبستراكشن ايوه اللي هو الدم متجمع فيه يعني في كونجيشن. بيقول لك ان الساركوما ممكن تيجي في الليفت سايد، وانت كده في الحاله دي ممكن تتلخبط ما بينها وما بين ايه وما بينها وما بين الميكزوما. طيب بعد كده بالنسبه للتريتمنت والبروجنوزس بقى بيقول لك ان انت عندك التريتمنت سيرجيكال نوت افكتيف، يعني ملوش لازمه، قلت لك ده التيومر عنيف جدا في الغالب العيان بيموت، فانت ممكن بس تعمل سيرجري عشان لو انت عايز تتاكد ان هو فعلا ساركوما. وكمان بيقول لك ان هو بيعمل ديستال ميتاستاز، ده بالنسبه للساركوما. طيب تاني حاجه احنا كده اتكلمنا كل عن كل البرايمري تيومر اللي بتيجي اللي بيبقى منشاها القلب. تاني حاجه بقى اللي هي الاشهر الكاردياك ميتاستاز تيومر، الميتاستاتيك تيومر اللي هي التيومر جاي من اماكن تانية. بيقول لك ان الكارديك ميتاستاتيك تيومر 40 مره مور كومن زان البرايمري تيومر، ودي المعلومه دي الدكتوره قالت عليها مهم، وقالت ان اشهر تيومر يعمل لي ميتاستاتيك للهارت هو الميلانوما. هي قالت الميلانوما نفسها مش مشهوره، بس لو جت بتروح اكتر مكان بتحبه الهارت. وتالت معلومه قالتها برده مهمه، قالت ان هو اكتر بتنتشر ازاي، يا اما دايركت يا اما بلاد ستريم يا اما ليمفاتيك تمام. الدايركت ده مثلا من اورجان قريب قالت زي البريست او زي اللنج تمام. بعد كده قالت لك ايه الموست اولويز اوكر ان ذا سيتنج وايد سبريد برايمري ديزيز مي بي انشال برزنتيشن اوف ذا تيومر ماشي، يعني ممكن تشخصها، يعني انت دلوقتي جاب كاردياك مانيفيستاشن ماشي وانت شخصت ان هو ميتاستاتيك تيومر مثلا، فدي ممكن تكون الانشال برزنتيشن بتاع العيان، يعني انت تشخص ان هو ده تيومر وان هو عامل ميتاستاتيك للهارت وكده. طيب وقالت برده معلومه مهمه جدا ان البريكارديوم اشهر مكان بتيجي، هي قالت اربع معلومات بالظبط، قالت ان هي مركومن عن البرايمري، وقالت كمان ان الميلانوما اشهر سرطان يعني
بيعمله، بيعمل ميتاستاتيك للهارت، وطريقه السبريد يا بلاد يا دايركت ليمفاتيك، وقالت ان البريكارديوم اكتر مكان بتروح له. بعد كده المايكارديوم رير قوي ان هي تروح للاندوكارديوم، الاندوكارديوم والكاردياك بلب. طيب بيقول لك الكلينيكال برزنتيشن اهم ديبند اون ذا لوكيشن اند سايز اوف ذا تيومر، زي اي سرطان عادي جدا. الساين والسيمتوم اوكر اللي بس في 10% من الحالات وما بتبقاش سبيسيفيك برده عادي. طيب بعد كده بيقول لك جوالي اوكر ان ذا سيتنج اوكرايز نيو بلازم، بس اشهر حاجه بقى قالتها ان الديزنيا برده ايه الموست كومن. يبقى احنا دلوقتي خدنا كام معلومه مهمه في الميتاستاتيك تيومر؟ خدنا 5 معلومات، قلنا 4 ودي الخمسه بتاعتهم ان الديزنيا مشهوره جدا. وكمان عشان قلت لك اكتر مكان البريكارديوم، فاكيد يا اما يعمل لي بريكارديال فيوجن يا اما يعمل لي بريكاردايتس. طب الساين بتاع البريكاردايتس زي ما احنا واخدينها، العيان ممكن يجي لي بشست بين بيبقى زي اللي هي نغزه دي بنقول عليها ايه، ستيتشنج تقريبا، ستيتشنج بين. وبعد كده ممكن يجي لي بكف، بيزيد طبعا البين ده مع الكف والانسبيريشن والريكامبنسي، وان هو بيبقى اللي هي فراكشر راب. وهتلاقي كمان الاي سي جي تشنجز اللي احنا واخدينها في البريكاردايتس عادي جدا. طيب بعد كده ممكن يحصل كاردياك تمبنات، ايوه الكاردياك تمبنات ده اللي هو الدم متجمع جوه البريكارديوم. فبيقول لك ان انت عندك ده لما يكون دم متجمع جوه البريكارديوم، فبالتالي هو ضاغط على القلب، فالقلب مش عارف يستقبل دم من الجاجولار فين، فبالتالي البريشر جوه الجاجولار فين بيزيد. وبعد كده بيحصل حاجه اسمها بلسس بارادوكسال. وكمان بيقول لك ان انت لما تيجي تعمل ايكو هتلاقي ان الرايت اتريوم والرايت فينتريكل حصل لهم كولابس. ليه بقى؟ لان مثلا لو ده الرايت اتريوم والرايت فينتريكل وحواليهم البريكارديوم مليان بالدم، فهو ضاغط عليهم فهتلاقي فيهم كولابس وكده. تمام. بعد كده ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للموضوع اللي هو التيومر عامه. وهي قالت التيومر اهم من التروما عامه، بس برضو قالت التروما، يعني هنقول برضو الحاجات المهمه اللي اكدت عليها. الكاردياك تروما بيقول لك ديسبايت ذا امبروفمنت ان ذا كارديا، بالمناسبه التيومر هي محتاجه بس ان انت تحفظها الاماكن ومش عارف ايه والحاجات دي، ام سي كيو اكتر، وانا ما بعرفش ابصمج قوي، فيعني كل واحد بقى يجتهد في الحفظ. هنتكلم دلوقتي عن الكارديك تروما. ديسبايت ذا امبروفمنت ان ذا كارديك ان ذا تروما كير انجري اوف ذا هارت كونتينيو تو بي اي سورس اوف ذا سيجنيفيكانت مورتاليتي، يعني لو حصل انجري في الهارت طبعا دي حاجه خطيره وممكن تزود المورتاليتي. موست كارديك انجري از سيكندري تو اكت فايلنس بنتريتنج ووند فروم شارب اوبجكت از اسوشيتد ان جنرال ويز بيتر اوت كام ذان ذوز ريزلت فروم جان شوت. يعني هي قالت المعلومه دي، لما يكون عيان مضروب بسكينه ماشي في صدره ولا ما يكون واخد طلقه في صدره، مين اخطر؟ طبعا الجان شوت. ليه بقى؟ لان الجان شوت ممكن تخش ديب قوي، لكن البريتريتنج وند يعني محدش هيضرب بسكينه ان هو يجيب طبقات القلب كلها او ان هو اصلا يوصل للقلب. فقالت ان الاخطر الجان شوت. يعني بيقول لك ان الرابيد دايجنوز والسيرجيكال انترفينشن ده طبعا هيبقى مهم في ايه، في حياه العيان. طب اول ما العيان بيجي بنعمل ايه؟ عادي جدا نستابلايز العيان، بنعمل بنحافظ على الاير واي بيتنت اير واي. تاني حاجه السيركيليشن او الاكسجين. بعد كده نبدا نبص على السيركيليشن، لو في مثلا بلورا الفلويد جوه البلورا بنعمل حاجه اسمها سراكوكتومي، عشان لو في ميثوراكس مثلا من البلورا سبيشن سيلو، فبالتالي اللنج يحصل لها ري اكسبانشن تاني ويرجع ياخد نفسه طبيعي. ونركب بقى اي في لاين، ندي كريستالويد وندي بلاد برودكت وكده. وكمان بيقول لك ممكن نعمل سونار عشان نشوف لو في كاردياك تمبونات ولا حاجه، لانه مشهور مع التروما ماشي. بيقول لك اللي هي سونوجرافي كونفيرمت فور كاردياك تمبونات وذر اتس ديو تو هيموبريكارديوم او نتيجه رايت فينتريكولار كولابس ديورنج الدايستول. يعني ممكن بيقول لك ان الكاردياك تمبونات بتحصل بميكانيزمين، يا اما دم متجمع جوه البريكارديوم عادي الهيموبريكارديوم، يا اما انت عندك دلوقتي اللي هو حصل ايه، حصل ان مثلا الخبطه مش الرايت، مش احنا عارفين ان الرايت فينتريكل ده هو المستانتيرور بارت من القلب، فلو الخبطه مثلا او الضربه جايه في الرايت فينتريكل، فالرايت فينتريكل ممكن يحصل فيه كولابس، فبالتالي مش قادر يستقبل الدم، فممكن البريكارديوم يبقى فيه افيوجن يعني، فيعمل لي كاردياك تمبونات. انا بفسر كده ما فسرتش اصلا. بعد كده بيقول لك التريتمنت طبيعه التريتمنت بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على الميكانيزم اوف انجري الخبطه جت ازاي، والهيمودايناميك بتاع العيان. تمام. اول حاجه الميكانيزم اوف انجري ودي قالت مهمه، يا اما بنتريتنج يا اما بلايند ايه، يا اما بلايند كارديك تروما. اول حاجه معانا البنتريتنج تروما، يعني بسكينه او بحاجه يعني فاتحه في دم في جرح في الشست مثلا وفي دم طالع. فبيقول لك ايه، بيقول لك اكتر مكان بيحصل فيه البنتريتنج تروما هو الانتيرو شست، ودي اكدت عليه. تمام. ممكن يحصل في اماكن ثانيه، او يعني ممكن تكون خبطه مثلا او يعني سكينه مثلا جت الابر ابدو متاثر على الكارديك، ايوه ماشي ممكن تعمل انجري ايده يعني جت يعني طولت معاه ولا حاجه. ممكن تبقى موجوده في الشيست او في الباك او في النيك وتاثر على الهارت، ايوه. طيب اكتر اماكن بيجي فيه يعني انجري في القلب امتى؟ الموست انتيرور بارت. الموست انتيرور بارت اللي هو الرايت ايه، الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، بس الموست انتيرور طبعا الرايت فينتريكل، فهو الاشهر برده في الرايت فينتريكل. قالت دي معلومه مهمه برده. تمام. هي طبعا قالت البنتريتنج انجري اكتر مكان بتيجي فيه الانتيرور شيست، واكتر مكان الرايت ايه، الرايت فينتريكل يليه الرايت اتريوم. طيب وقالت برضو الحته دي مهمه اللي هي بتاعت الياتروجينيك انجري. ملخصه قالت لك ان احنا دلوقتي بنخش نعمل انترفينشن كتير، يعني مثلا داخلين نركب قسطره، داخلين نركب ستنت، داخلين مثلا نوسع حاجه، نشوف صمام، نصور اي حاجه وكده. فاحنا واحنا داخلين بالادوات بتاعتنا دي ممكن نكون عورنا اي حاجه جوه، فبرضو ممكن تتعمل لي كاردياك انجري، فبنسميها ايه، ياتروجينيك انجري. ودي الياتروجينيك انجري دي عشان تشخصها او عشان تدرجها، قصدي عشان تعالجها صح لازم تشخصها. فهي قالت ايه، ان احنا بنضطر نخش نصور تاني عشان ايه، نعرف ان انا عملت انجري ولا حاجه، لان الانجري في الغالب بيبقى صغير فما بكتشفوش وانا جوه البروسيدر
البروسيدر الاولاني، فبرجع مثلا بعد ما خلصت البروسيدر ولا حاجه، داخله مثلا سلك له صمام، وبعد ما خلصت البروسيدر لقيت العيان ده ضغطه واطي او في مانيفيستاشن معينه، دخلت صور تاني لقيت ان انا عورت، فلازم تشخص صح عشان تعرف تعالج صح يعني. طيب تاني نوع معانا اللي هو البلايند كاردياك انجري. بيقول لك ان البلايند كاردياك انجري ده ريفير تو ذا انجري سستيند ديو تو بلايند تروما تو ذا هارت، يعني في بلايند تروما فين؟ في القلب. طيب هي قالت ايه كل الحوار؟ ان انت عندك خط في الشيست مثلا، على حسب قوه الخبطه دي بنقل ضغط معين للقلب، ممكن يروح عامل لي ايه، يروح عامل لي مثلا دامج في الهارت. او بيقول لك ايه جنرال سين ان سيتنج اوف هاي امباكت تروما. الهاي امباكت تروما يعني الخبطات القويه، زي من فيستيشن اوف ساتش رينج مثلا بتتراوح من ايه بقى، ان ممكن تكون خبطه يعني القوه ما كانتش قوي، فممكن تبقى كلينيكال ساينس ما فيش اي اعراض ظهر، حصل انجري في القلب بس مش عامل اي اعراض، انجري بسيط، او ممكن يظهر في صوره ترانزنت اريزمي، او ممكن يكون ان الخبطه كانت قويه قوي ده ربشرت الكاردياك شامبر والعيان مات. تمام. وبعد كده بيقول لك ان انت عندك اكتر حاجه لقيناها مع البلايند تروما اللي هي المايوكارديال كونتيوجن، يبقى اكتر حاجه بتتاثر ايه مع التروما المايوكارديال كونتيوجن. طيب بيقول لك ايه زاد ديستربنس اوف انجري امونج ذا ديفرنت هارت تشامبر ريليتد تو ذا انتيرير بوزيشن اوف ذا رايت سايد تشامبر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حد خبط حد في صدره، مين المست انتيرير بارت؟ الانتيرير تشامبر اللي هو الرايت اتريوم والرايت ايه والرايت فينتريكل، فدول من اكتر اماكن بيتاثروا، بس خاصه هنا الرايت اتريوم اشهر اكتر من الرايت فينتريكل. ايوه الرايت اتريوم اهو وادي الرايت فينتريكل، اكتر مكان مع البلايند تروما الرايت اتريوم، يلي الرايت فينتريكل، لكن مع البنتريتنج كان الرايت فينتريكل الاول وبعدين الرايت اتريوم. ماشي. بعد كده بيقول لك وبعدين بقى باقي الاماكن تقريبا ما عليتهاش يعني، بس عادي جدا هناخدهم بقى المستانتيرو خالص اللي عنده رايت اتريوم ورايت فينتريكل، اللي ليهم بقى ليفت اتريوم وليهم ليفت فينتريكل. طيب بعد كده بيقول لك الميكانيزم بتاع الايه البلايند كاردياك تروما. بيقول لك ان انت عندك على حسب قوه الخبطه، عشان اعمل عشان تبقى الخبطه قويه جدا لازم تكون اكتر من 15 ام بي اتش، انا مش عارفه صراحه احنا دي اختصار ايه، بس هو قوه الخبطه يعني. الموست فريكوينسي سين از الموتور فايكل كراشز اند كيسز اوف بيتريسين سترينج. بص هي قالت ايه؟ قالت يبقى اكتر حاجه يعني بتعمل لي كاردياك انجري انه يكون عيان شخص ماشي طبيعي في الشارع وهو ماشي خبطه موتوسيكل، فقام نفض نفسه مفيش اي مشاكل في جسمه، ولو هو معتني شويه بنفسه راح عامل يعني راح يطمن على نفسه ولقى ان هو في كاردياك انجري. تمام. دي قالت اشهر حاجه يعني بتعمل اللي هو الموتور فايكل كراشز، يبقى اكتر حاجه بتعمل اللي هو البلايند تروما الموتور فايكل ايه كراشز. طيب بعد كده اذر ميكانيزم ذات شيز الفول كراشز انجري اسيسمنت، اللي هم الناس اللي بيلعبوا رياضات مثلا رياضات معينه كده. طيب بقى يعني بيلعب رياضه فخد خبطه قويه فالخبطه دي بلايند وكل حاجه بس عملت انجري في القلب جوه. طيب بيقول لك الترناتيف سيفير ابدومينال كومبريشن، يعني هو سيفير ابدومينال كومبريشن كان هنقراه الاول بعدين افسر، كان ايه؟ كان لي تو رابيد انكريز ان ذا بلاد فلو تو ذا هارت فروم ذا انفيرور فينا كافا وذ ذا شامبر رابشر ديو تو اي سادن انكريز ان ذا انتركارديك بريشر. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان انت عندك ممكن خبطه في الابر ابدومين تاثر على القلب قوي وتعمل في دامج وكده، او لما يكون خبطه قويه نقلت الضغط من الابدومين للسوبيرو انفيرو فينا كاف اللي هم اصلا هينقلوا الضغط للايه صادن بريشر عالي كده للرايت فينتريكل، فممكن يعمل لي ايه رايت فينتريكل رايت اتريوم يعني، فممكن يعمل لي كارديك دامج. في حاجه اسمها انا مش عارفه بنطقها صح ولا غلط يعني، بس اسمها كوميشيو كورديس. تمام. كوميشيو كورديس دي قالت ايه بمعنى صح؟ قالت ان انت عندك دلوقتي احنا بنفسر هو ده نوع من انواع الايه البلايند كاردياك البلايند كاردياك انجري. تمام بس قبل ما نقراه نفهم الكلام الاول. ان هو العيان ما خدش خبطه قويه ولا حاجه، بس خبطه ضعيفه بكره مثلا اللي هو مش عارفه دي اسمها باتل ولا ايه، اللي هي الكره دي خبطت في صدره، فالكره مش خبطه قويه ان هي تعمل لي كاردياك دامج وتعمل لي سادن ديست، العيان بيموت في ساعتها. ايه اللي حصل بقى؟ ان هو اتخبط في وقت ما كانش المفروض يستقبل فيه ستيمولس. تمام قالت الوقت ده هو وقت الريبولاريزيشن، وقت الريبولاريزيشن الاكشن بوتنشال بيحصل. تمام. في وقت اسمه وقت الريبولاريزيشن ده المفروض ما يستقبلش اي ستيمولس، العضله بترتاح عشان ترجع تستقبل تاني ستيمولس تانيه في الديبولاريزيشن، فوقت الريبولاريزيشن ده المفروض ما يستقبلش اي ستيمولس، فهو استقبل ستيمولس في الوقت ده، فعلى الرغم ان الاستيمولس ضعيفه مش قويه ماشي، بس هو استقبل ستيمولس المفروض ما كانش يستقبل، فده عملت لي ايه؟ عملت لي حاجه اسمها الكوميشيو كوردس اللي هي نوع من انواع البلايند كاردياك انجري. تمام. والعيان بيموت في ساعتها على فكره، اقراوا الكلام هتلاقوه زي ما انا قلت يعني. بعد كده بيقول لك ان انت عندك دلوقتي اللي هي البلايند كاردياك انجري دي ممكن تبقى تعملك مثلا من بره تاثر الاول على البريكارديوم، ممكن تخش جوه شويه تاثر على المايوكارديوم تعمل لي مايوكارديال كونتيوجن، واحنا قلنا اصلا اكتر حاجه مع البلايند ايه قلناها فوق اللي هي المايوكارديال كونتيوجن. وبعد كده قلت لك ممكن تعمل لك بلبر انجري، ممكن تعمل كورونري ارت انجري، ممكن تعمل كارديك شامبر رابشر، اي حاجه بقى هي هو اتخبط الخبطه بقى قوه الضغط اتنقلت لاني حته في القلب بالظبط عملت فيها انجري. طيب الكلينيكال برزنتيشن اوف ذا كارديك انجري بيقول لك مين رينج فروم كومبليت هيمودايناميك ستيبل تو اكيوت كارديوفاسكولار كولابس اند، يعني ممكن شخص طبيعي جدا ستيبل مفيش اي مشاكل لشخص ايه سادن ديس ممكن يبقى ريست كمان. طيب بعد كده بيقول لك الكلينيكال برزنتيشن بتعتمد على ايه بقى، يعني ايه اللي يفرق ان واحد خد خبطه في صدره مثلا الخبطه دي عملت دامج في القلب بس العيان هيمودايناميك ستيبل، او عملت دامج ودخلت العيان ده في سادن في سادن ديس؟ الميكانيزم اوف فوند، يعني هو مثلا بنتريتنج وند ولا بلايند وورد وند،
طيب اللينس اوف تايم اوف يعني الوقت اللي خدهم على جالي المستشفى. تمام. تالت حاجه الاكستند اوف انج، لو هي الفتحه كبيره قوي فهينزل دم كتير. طب هو فقد دم قد ايه؟ 40 ل 50% اصلا من البلاس فيزل اكستند من البلاد فوليوم ده، ياثر على الكارديا فانكشن، وكمان اللي حصل بريكارديال تمبونات ولا لا. تمام تمام. يبقى دي كلها الفاكتور اللي بتاثر على ايه؟ على حاله العيان اللي جالي بتروما، اللي هي الميكانيكال الميكانيزم اوف فوند قصدي، وتاني حاجه اللينس اوف اللينس اوف تايم لحد ما جالي التروما سنتر يعني، وكمان الانجري دي طويله قد ايه او كبيره قد ايه يعني، وكمان اللي هو فقد دم قد ايه، لو فقد 40 ل 50% من الدم بتاعه ده ينترفير مع الكاردياك فانكشن يعني، ويحصل بريكارديال تمبونات ولا لا. طيب ايه هو بقى البريكارديال تمبونات؟ البريكارديال تمبونات ده ما هو الا الدم اتجمع في طبقتين البريكارديوم. تمام تمام. دم متجمع هنا. طيب بعد كده بيقول لك ان الدم المتجمع ده هيعمل ايه بقى؟ اول حاجه خالص هيزود البريشر على الرايت سايد. الرايت سايد اصلا ده ضعيف من اول، كان دكتور علام بيقول لك من اول قلمين بيسلم، اللي هو اصلا ضعيف قوي، فبالتالي الرايت سايد هيفقد الوظيفه بتاعته ويحصل رايت سايد هارت فيلير. تمام تمام. بعد كده بيقول لك ايه تاني؟ resulting decrease the ability to fill and exit decrease the cardiac out. دي المعلومه الثانيه. النقطه الثانيه اللي هو بايه بقى؟ ان انا دلوقتي تعالى نقراها من الاول عشان انا حسيت ان انا ما قراتهاش اصلا. ماشي. اول حاجه البريكارديال تمبونات بيقول لك اللي هو فيسيولوجيكال بريكارديال تمبونات بتعتمد على ايه؟ فايبرز الفايبرز نتشر اوف ذا بريكارديوم. ماشي. بعد كده بيقول لك ان هو المهم يعني ان هو دم مجمع جوه البريكارديوم. sudden acute loss of the intercardium blood volume lead to acute intercardiac raise pressure، يعني زاد البريشر جوه الايه؟ زاد البريشر جوه القلب. اند ايه؟ اند كومبريشن اوف ذا سين وور رايت فينتريكل، يعني الكارديك تمبونات دي زودت البريشر، زودت البريشر جوه القلب وزودت الكومبريشن على السين وول ايه؟ رايت فينتريكل، الرايت فينتريكل سين وول. طيب ريزلتنج ايه بقى؟ ديكريز الابيليتي تو فيل اند الافشنسي ديكريز الكارديك اوت بوت والستروك فوليوم. يعني انا دلوقتي اصلا الدم الرايت فينتريكل مضغوط عليه، ادي كارديك تمبونات مثلا اهي، ماشي، ادي القلب وادي البريكارديوم من بره، البريكارديوم ضغط على الرايت سايد فمش قادر يستقبل دم، فالدم اللي رايح للايه اللنج قليل، فالدم اللي رايح للليفت سايد قليل، فالدم اللي هيخرج لي قليل. فعشان كده بيقول لك الستروك فوليوم قليل، الستروك فوليوم ده اللي الدم اللي خارج لي اللي خارج من الاورطه يعني. طيب انكريز ماي كارديال وول تنشن كوزنج انكريز ورك لود اند ذير از ديفلوب جريتر اكسجين ديموند، بمعنى انا دلوقتي عندي تنشن جامد قوي على الامشان، عندي ضغط من بره، فانا بزود التنشن على المايوكارديوم، فلما بزود التنشن على المايوكارديوم هي بتشتغل كده تحت ضغط، فهي محتاجه اكسجين اكتر، فبالتالي العيان ممكن يخش مني بقى في ايه؟ في هايبوكسيا، يخش مني في اكسجين ديموند ويعمل لي كلاكتيك اسيدوز. يبقى انا دلوقتي الكارديك تمبونات هي بتضغط على ايه؟ على السين وول بتاع الايه؟ بتاع الرايت سايد بتاع الهارت يعني، فبالتالي بيقول لك ان هي بتقلل الكارديك الكارديك انبوت، فبالتالي بتقلل الكارديك اوت بوت، فممكن يجي لي ستروك فوليوم، والضغط العالي ده بيعمل تنشن على المايوكارديوم، فبالتالي تحتاج اكسجين اكتر، فالعين منه هيخش مني في هايبوكسيا واكسجين ديبيت وكمان لاكتيك اسيدوز. طيب في حاجه اسمها البيكسترايد، البيكسترايد ده لو لقيته ده يعني دليل ان انا عندي بريكارديال تمبونات. ايه هو البيكسترايد؟ اول حاجه ديستندد نيك فين، ثاني حاجه مافل دارت ساوند، ثالث حاجه هايبوتنشن. العين ده بيبقى عنده البريكارديوم اهون حوالين القلب، فضاغط على القلب مش مخليه عارف يستقبل دم من السوبيرو انفيرو فينا كافا، فعشان كده البريشر جوه الايه؟ البريشر جوه النيك فين بيبقى عالي، فبتبقى ديستندد نيك فين. تاني حاجه اصلا القلب مش قادر يشتغل زي ما انا قلت لك، بيضغط على السين ومش عارف ايه، فبيبقى فيه مافل دارت ساوند، وكمان بيبقى معاه هايبوتنشن. في حاجه اسمها كوزمال ساين، دي برده كاركترستيك لل اسمها ايه؟ للكارديك تمبولات يعني. طيب تعالى بقى نوصف يعني ايه هو الطبيعي عشان نفهم الكوزمال ساين دي. الطبيعي انت لما بتعمل انسبيريشن ايه اللي بيحصل؟ الفينوس ريتين رايح للقلب بيزيد، فبالتالي المفروض يبقى ايه؟ مفيش كونجستد نيك فين. تمام تمام. لكن هنا في الحاله اللي هي بتاعه البريكارديك تمبونات، انت عندك دلوقتي في حاجه ضغط على الايه؟ ضغط على الضغط على القلب، فالقلب مش عارف يستقبل دم اصلا، فانت لما تعمل انسبيريشن هتيجي تزود الدم اصلا اللي رايح للقلب، فالقلب مش عارف يستقبل، فتزود الكونجستد نيك فين اكتر. فعشان كده بيقول لك ايه؟ بارادوكسيمال انسبيريشن ديستنشن اوف ذا نيك فين، ان هو مع الانسبيريشن بيبقى في ديستنشن في النيك فين، وذ اولسو كلاسيكال ساين برده للبريكارديال ايه تمبونات. يبقى لو لقيت الاربع حاجات دول اعرف ان العين ده عنده كارديك تمبونات. بيقول لك ان الكارديك انجري كان بي اكستريملي ديسبيت ايه؟ ديسبيتيف ان زير كلينيكال برزنتيشن، يعني يعني ايه ديسبيتيف دي؟ يعني عارف اللي هي ايه؟ مش بتقول لي كلينيكال برزنتيشن معينه اقول ان ده وان كارديك انجري، يعني هي ما بتبقاش مميزه او مش سبيسيفيك يعني. تمام تمام. بارتيكلي سراكو ابدومينال انجري which can be more lethal، ان هي ممكن تبقى ايه؟ مميته يعني وكده. المهم ان الكارديك تروما صعب ان انت تكتشف ان اي واحد خد تروما يعني عملت كارديك انجري، فلازم تهتم بالموضوع يعني، ده اللي انا فاهمه من الحته دي. المهم ايه الانستجيشن اللي احنا هنعمله؟ اول حاجه قالت هنعمل فاست، بعد كده هنعمل شست اكس راي، هنعمل اي سي جي، هنعمل دايجنوستيك بري كارديو سينديز، هناخد مثلا لو انا شاكك في ان كارديك تمبولات فممكن اخد شويه من الفلود الموجود ده عشان اتاكد هو دم متجمع ولا ايه بالظبط. ممكن اعمل ايكو ترانسفيرسك وترانسوسفجيال، ممكن اعمل سي تي سكان. في واحد بقى سال الدكتوره قال لها يا دكتور ايه اهم انفستيجيشن من دوم؟ قالت مفيش حاجه اسمها اهم انفستيجيشن، هي بتبقى على حسب السيناريو اللي جالك. يعني مثلا انت واحد جالك في تروما بلايند تروما مثلا، انت دلوقتي
عملت له الفاست، بتشوف اي فلويد موجود في الجسم، لقيت فلويد، طب الفلويد اللي انت لقيته ده هو جاي بتروما اصلا، فاكيد الفلويد ده وان دم. فمثلا لو انت لقيت الفلويد ده موجود في البريكارديوم هنضطر نعمل ايكو مثلا. طيب لو لقيت مثلا العين ده واخد خبطه في صدره، فاحنا هنعمل شيست اكس راي واي سي جي، قصدي شيست اكس راي وسي تي. طب لو مثلا العين ده مخبوط في دماغه ولا حاجه ممكن نعمل سي تي. فعلى حسب السيناريو، بس احنا بنبدا بالفاست، لقينا فلويد مع عين جاي في تروما يبقى في فلويد متجمع عندي، شكيت بقى بريكارديوم تمبريت تخش اعمل ايكو، شكيت ان انا عندي مشكله في القلب اعمل اي سي جي وهكذا. المانجمنت قالت اكيد 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 لازم نشخص كويس ونخش نعمل سيرجيكال تريتمنت. بس هي دي المحاضرة، ويا رب تكونوا فهمتوا أي